أناشة الجوية، أهلا بكم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة، رطب ليلا على كافة الأنحاء. كما تنشط الرياح مساء على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل من الإحساس بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس، ونبدأ التوقعات من القاهرة. الثلاثاء 24-34، الأربعاء 24-34، الخميس 24-34، شرم الشيخ الثلاثاء 29-38، الأربعاء 28-38، الخميس 28-37، الأقصر الثلاثاء 27-41، الأربعاء 27-41، الخميس 27-41. والآن مشاهدينا مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة 24-34، العريش 24-32، رفح 23-31، الإسماعيلية مطروح 24-30، وادي النطرون 24-33، المنصورة 24-33، طنطا 25-33، دمنهور 24-33، سانت كاترين 18-32، الغردقة 29-38، شرم الشيخ 29-38، الفيوم 24-34، المنيا 25-36، أسيوط 26-37، سوهاج 27-37، قنا 27-38، الأقصر 28-40، الوادي الجديد 27-38، أسوان 20-40، حلايب 28-33، شلاتين 27-36، أبو رماد 26-36، رأس حضربة 28-32.